حضرت نفسي لآخر يوم بحياتي إني تابع معهم، إني استمر معهم، إني ما أتركهم. الأطفال عندهم قوة، عندهم ذكاء، إذا كنا جنبهم وقدمنا لهم الاهتمام الصحيح والرعاية الصحيحة لحدائق منهم الطبيب والمهندس وكافة فئات المجتمع. مروة عوض، مؤسس مدرسة خطوة التعليمية، مدرسة إدارة أعمال، تخصص إدارة، تولد 95. تم تأسيس المدرسة 1/7/2022. طبعاً المدرسة فيها 8 شعب صفي من الصف الأول للصف الثامن، وفي هلأ 6 أنمتة نفتتح للصف التاسع. سبب إنشاء المدرسة أشخاص مصابين إصابات حربية بلحظة ضعف، قدمونا القوة، عطونا حياة بلحظة ضعف لأشخاص سليمين. بعد ما مر هذا الموقف حبيت أقدم لهم شيء، حبيت أحط بصمة في المجتمع، فقررت إنشاء هاي المدرسة إنها تتضمن جميع أطفال ضحايا الحرب. هلأ تجاوب الأطفال رائع جداً، في عندهم اندفاع كبير للمدرسة، في عندهم اندفاع كبير للتعليم، صار في عندهم هدف، صار في عندهم حلم، صرنا نحن نستمد القوة منهم هني. مجرد أنهم أقبلوا على المدرسة فبدأ عندهم عمر جديد، يوم جديد. جميع الأطفال عم يندمجوا اندماج رائع من قبل تعاون المعلمين مع الأطفال، من قبل جلسات حوار مع الطفل مطولة، من قبل تواصل دائم مع الأهل، متابعة الحالة متابعة شديدة. من أول يوم بيجي فيه الطفل على المدرسة مباشرة بيكون فيه تقييم لأله. التقييم بيكون كبداية نفسه، وضعه الاجتماعي، وضعه الصحي، فمن خلال قاعدة بيانات كاملة بتشكل صورة عن كل طفل عنا. طبعاً نحن حافظين بشكل كامل كل الإصابات اللي عنا، كل أوضاع للأطفال، فبيتم التعامل مع كل حالة على حدة. التعامل ما كتير صعب للأطفال، نحن عم نتعامل معهم كجو أسرة. صار في صداقة بين الطفل وبين معلمته مباشر، مجرد الدخول للغرفة الصفية فالطفل بتجاوب معي، بحب يفرجيني انه هو ايش انجز خلال نهاره. طبعا احنا عنا 3 شرائح، شريحة الطفل اليتيم تختلف اختلاف كلي عن شريحة الطفل المصاب، تختلف اختلاف كلي عن شريحة الطفل المصاب بشلل. الاطفال المصابين كل يوم عم نسجل حالات جديدة بسبب الحرب المستمرة اللي ما انتهت لحد الآن، فالمعنيين بهذا الأمر ما عندهم أي إحصائية دقيقة للأطفال. بالنسبة للإقبال على المدرسة فامتلئت المقاعد الصفية ما يقارب 80%. طبعاً نحن ما يئسنا ولسه عم ندور على حالات خارج المركز، في كتير من أولياء الأمور ما عم بيقبلوا على تسجيل ابنهم للمدارس، في عندهم فكرة أنه الطفل هو معاق الجسد. بوجه لهم رسالة أنه الإعاقة هي بالعقل ما هي بالجسد، ونحن مستمرين بالتسجيل لآخر يوم بالمدرسة. الأهالي اللي أطفالهم أقبلوا لهاي المدرسة كانت تعليقاتهم إيجابية جدا، هي عطتنا القوة، هي عطتنا الاستمرار، عطتهم الأمل كمان أنه طفلهم رجع مثل ما كان بنسبة 80%. ما في تمويل حقيقي للمدرسة، طبعاً المدرسة أنشأتها بجهود شخصي، الفادر عم يشتغل بشكل تطوعي، الشن عم يخلينا استمر أو تابع حاجة الطفل لهذا المكان، لهاي المدرسة، محبته، هدفي إني أخلق منه شيء قوي. طبعاً خدمات اللي عم نقدمها غير المنهاج والتعليم الأساسي، عم نقدم خدمات المسرح بالإضافة للتأهيل، بالإضافة للدمج. تعمل نفس من خلال التعلم باللعب، دائماً نربط التعلم باللعب، والأنشطة بتكون مختلفة ومتنوعة حسب أعمار الأطفال. طبعاً أنا بحلم إنه المدرسة تكبر أكثر من هيك، إنه تتوسع أكثر من هيك، إنه تتحقق احتياجات الأطفال أكثر من هيك. سبب جهود التطوعين احتياجات الأطفال ما تأمنت بشكل كامل، فأنا بتمنى إنه تتأمن بشكل كامل، إنه تكبر المدرسة مثل ما بحلم.